رسميا رجعنا بجديد واخر الاخبار اللي عاجله وعاجله جدا لكم من فريق الرجاء فريق الوداد وبالاضافه المنتخب المغربي. وفي اخر الفيديو غتكون واحد الاخبار اللي مهمه ومهمه جدا للمباراه اللي جمعت بين فريق الرجاء العالمي وفريق الزمالك المصري. ويلا باش ما نطولش عليكم نبداو مباشره بالاخبار المتعلقه فريق وداد الامه. ونبداو الاخبار ديالنا مع عند بولي جونيور سامبو. كما عارفين بلي الاداره ديال فريق وداد الامه باغيين يفسخوا العقد ديال بولي جونيور سامبو في هذه الانتقالات الشتويه، ولكن الاخبار اللي خرجت واللي جديده واللي عاجله جدا فبولي جونيور سامبو غادي يوافق على الفسخ العقد مع فريق وداد الامه الا بشرط واحد، وهذا الشرط كيتجلى باش الاداره ديال فريق وداد الامه يدفعوا جميع المستحقات الماليه ديال بولي جونيور سامبو، ديك الساعات عاد غادي يوافق باش يفسخ العقد ديالو. وهاد المستحقات الماليه اللي كيطالب بها بولي جونيور سامبو كتجلى باش يخلصوه في جوج ديال المواسم اللي بقاو له مع فريق وداد الامه، يعني خاص الاداره ديال فريق وداد يعطيوه الصالير ديال موسم 2024 و2025، ديك الساعات عاد بولي جونيور سامبو يخرج من فريق وداد الامه. وزيد عاوتاني باش نقول لكم على حسب اخر الاخبار، فحاليا بولي جونيور سامبو كيرفض جميع العروض اللي كيوصلوا له للنادي. نمشيو دابا للخبر الموالي واللي متعلق بسفيان احناش. رسميا على حسب اخر الاخبار واللي خرجت من الاداره ديال فريق وداد الامه، فحاليا وبصفه نهائيه تم الفسخ العقد اللي تيجمع بين فريق الوداد وسفيان احناش. وتدعت على حسب اخر الاخبار فاللاعب اليوم غادر فريق وداد الامه وصنع عقد احترافي رفقه فريق اتحاد تورقه. نمشيو دابا للخبر الموالي واللي متعلق بالمدافع ديال الفريق اللي هو ارسون زولا. كما عارفين بلي الاداره ديال فريق وداد الامه باغيين يفسخوا العقد ديال ارسون زولا في هذه الانتقاله الشتويه، واليوم شخصيا ارسون زولا تواصل مع الاداره ديال فريق وداد الامه ووافق باش يفسخ العقد ديالو مع فريق الوداد. يعني على حسب اخر الاخبار كتقول بلي بنسبه 100% ارسون زولا غادي يغادر فريق وداد الامه في هذه الانتقالات الشتويه. فارسون زولا اصلا عنده واحد اتفاق مبدئي مع فريق فيتا كلوب الكونغولي من اجل الانتقال ليه في هذه الانتقالات الشتويه، وهذو هما ابرز الاخبار ديال فريق وداد الامه. وانتقلوا دابا للاخبار المتعلقه فريق الرجاء العالمي. ونبداو الاخبار ديالنا من المباراه اللي جمعت بين فريق الرجاء العالمي وفريق الزمالك المصري. رسميا كما شفنا باللي فريق الرجاء العالمي كونتر فريق الزمالك المصري حقق واحد الريمونتادا تاريخيه واللي ما تكتبش ليها بالكمال، حيث فريق الرجاء العالمي تقصى كونتر فريق الزمالك المصري بركلات ترجيح. ولكن بكل صراحه احسن حاجه عجبتني في هذه المقابله هو الرجوع لفريق الرجاء العالمي من خساره بجوج زيرو الى تعادل بجوج لجوج، وهذه كتبين واحد الحاجه اللي مهمه بزاف باللي فريق الرجاء العالمي حاليا كيمتلك شخصيه البطل. لان مثلا اذا جينا نشوفوا المجريات ديال اللقاء فشفنا فريق الرجاء العالمي قلص الفريق في الدقيقه 66، واللي كان سجل هذا الهدف ديال تقليص الفريق هو يسر بوزو. وزيد عاوتاني في الدقيقه 88 عاوتاني فريق الرجاء العالمي تحصل على ركله جزاء الثانيه واللي استطاع باش يسجلها نوفل الزرهوني، وبهكذا رد المباراه نقطه الصفر وخلى الفريقين يمشيوا لركله الترجيح. ولكن للاسف الفريق غادي يخسر في هذه البلانتيات وخسر بنتيجه ديال 4-2. واصلا من ناحيه شخصيه فهذا الاقصاء هذا عنده بزاف ديال الايجابيات بالنسبه للفريق، لان اصلا في الاخير هذه المباراه هذه كتبقى وديه والفريق كيدير غير استعدادات فيها باش يوجد البطوله الوطنيه. نمشيو دابا للاخبار العاجله واللي متعلقه بالمنتخب المغربي. ونبدا الاخبار ديالنا مع جديد الاصابه ديال حكيم زياش. رسميا على حسب اخر الاخبار واللي خرجت من الجهاز الطبي ديال المنتخب المغربي، فحتى دابا ما عرفيش واش حكيم زياش غادي يلعب المباراه ديال الثمن النهائي مع المنتخب ولا لا. وزيد عاوتاني على حسب اخر الاخبار كتقول باللي الجهاز الطبي ديال المنتخب المغربي تيديروا اللي في جهدهم باش يوجدوا حكيم زياش باش يلعب المباراه ديال جنوب افريقيا، لان في حاله اصابه حكيم زياش وعدم الحضور ديالو هذه المباراه فهي غتاثر سلبيا على المنتخب المغربي. المهم هادشي اللي كاين من ناحيه اخر الاخبار المتعلقه بكل من فريق الوداد وفريق الرجاء وبالاضافه للمنتخب المغربي. ويلا فتي كان معكم حفيظ وتهلا.